السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآلاف يشاركون في مظاهرة حشدة في عاصمة مولودوفا، ومسيرة للعراة في عاصمة المكسيك. الحمد لله على نعمة العقل والدين. لكن في البداية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. في ظاهرة غريبة شهدت عاصمة المكسيك بالأمس السبت 20 من شهر مايو 2023، مسيرة غير عادية نظمتها منظمات العراة لنشر رسالة إيجابية حول قبول الجسد. وسار عشرات العراة لمسافة نحو 2 من الكيلومترات لتنتهي المسيرة قرب نصب أنجل أوف إندبندس، حيث تم التقاط صورة جماعية للمشاركين. والخبر الثاني: الآلاف يشاركون في مظاهرة حشدة في عاصمة مولودوفا. تجمع الآلاف من سكان مولودوفا اليوم الأحد 21 من شهر مايو 2023 في تجمع حاشد في عاصمة البلاد تشينا، لإظهار دعمهم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. مصدر الخبرين هو موقع روسيا اليوم. نسأل الله السلامة لنا ولكم، دمتم في أمان الله، شكرا جزيلا.